سلام البنات الغزالات، لاباس عليكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. هذا الفيديو موجه للبنات اللي الاظافر ديالهم ضعيفه وكتقشر وما كطوالش وكتكون كتكسر ليهم بسهوله. هاد الوصفه هذه زوينه والمكونات ديالها غادي يكونوا في اي منزل، يعني في اي بيت. كنحتاجو معلقه ديال زيت زيتون، كنحتاجو معلقه ديال عصير الليمون اي الحامض. كنديرو هاد العناصر هادي، تنخلطوهم جوج، كندهنهم الاظافر ديالنا مزيان، كندخلوهم حتى لهذيك الجهه اللي لاصقه مع الحيمتين، ندخلوها الجناب ديال الاظافر ديالنا، يعني ندورو بالصبيع ديالنا كامل. نلبسو واحد ليكات ديال القطن، نباتو بهم حتى لغد الصباح، ونغسلو اليدين ديالنا. نتبعو هاد الوصفه لمده اسبوع، ان شاء الله غادي تبان لكم النتيجه. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش دعموا لي الفيديو بلايك وبالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم اشارات الفيديوهات الجديده.